في أحمد الياسر. يعني اليوم هناك مقاطعة من قبل التيار الصدري للعملية الانتخابية، فما مدى تأثير مقاطعة التيار الصدري لهذه الانتخابات وعلى حجم المشاركة الشعبية فيها، ونحن نعلم بأن التيار الصدري له أتباع ويعني عددهم ليس بقليل؟ الموضوع ليس متعلق بدعوة المقاطعة وليس بعدد أتباعه. نعم. طبعا التيار الصدري هو فاعل سياسي مهم جدا بالانتخابات تحديدا، لأنه فاعل انتخاب منظم. نعم. يعني القوى السياسية كانت تحتاج في كثير من المراحل إلى مشاركة التيار الصدري في مختلف المراحل يعني، وكانت التيار الصدري حتى في الانتخابات الأخيرة هو هدد بالانسحابنا لأنه يهدد بورقة الضغط الشعبي، لأنه هو الحالة الشعبية المنظمة التي تدعم الانتخابات في ظل مقاطعة المدنيين أو الأغلبية الصامتة. فأنا أعتقد يعني تأثيرات، المهم من الموضوع هو تأثيرات دعوة الصدريين للمقاطعة، هل سيستجيب غير الصدريين لدعواتهم؟ هذا طبعا سيتضح بعدد المصوتين وبنتائج الانتخابات والقوة التي ستفرزها هذه الانتخابات. ولكن بشكل عام نحن كمحللين نرصد أن هناك عملية ضعف في يعني اتساع لرقعة عدد المشاركة. هذا الأمر كان موجود في المكون السني في بداية العملية السياسية مقابل يعني قوة مشاركة في المناطق الجغرافية الوسطى والجنوبية، كانت المناطق الغربية شبه مقاطعة يعني. الآن الأمر تحول بالعكس، يعني المناطق السنية تعتقد أن الانتخابات هي الحل، والمناطق الوسطى والجنوبية الشيعية تعتقد أن الانتخابات هي مفتاح الأزمات أو بوابة الأزمات. أنا أعتقد هناك فلسفة يجب أن تتوضح، يعني فلسفة أو بناء خاطئ يجب أن يتوضح وأن يحسم جدل هذا الخطأ الموجود بالعملية السياسية حتى تعتدل العملية السياسية. الموضوع هو ليس بإنجاح إجراءات الانتخابات، ولكن أن الترويج، الحالة الترويجية، أن نكسب الجمهور إلى النظام السياسي عبر الانتخابات، وليس جعل الانتخابات هي السيف الذي يفرض على الشعب أو هو الشيء الذي لا جدوى منه. يعني أنت تنتخب أي شخص يؤتى بشخص آخر، الفائز هو الخارج والخاسر هو الحاكم وهو الأكثرية. يعني فهذا عمر علي بالفلسفة، يعني قراءة فلسفية سياسية تنطبع حالة من الإحباط الداخلي لدى المشارك بالانتخابات والمواطن العراقي، المواطن الذي بدونه لا تستقم هذه العملية وتصبح. نعم. فكرة المشاركة فكرة ليس سيد لها أحمد فيه. يعني نعم.